القانون. وهنا أعود إلى السؤال الذي سألتك في بداية هذه الفقرة، أنتم توثقون على مدار عامين ونصف، لكن هناك طرف آخر لا يعبأ كثيرا لكل هذه التوثيقات ويرى أنه يطبق القانون وأن الأمور على ما يرام. هذا بالتأكيد، يعني هذا الشخص هو المتهم الأول في هذه الجرائم التي نوثقها. يعني هل المتهم الأول في هذه الجرائم يعترف بكارثة تلك الجريمة؟ يعني مساعد الوزير السابق الذي تفضلت بوضعه منذ قليل تحدث حديثا عبثيا حول مشكلة كبيرة جدا، وكأنه لا اختفاء قصري في مصر، هناك 64 حالة اختفاء قصري مختفين حتى الآن منذ عامين، حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها ما زالوا مختفين. فليجري مجراهم إذن. هناك أوراق رسمية مكتوبة بختم النصر المصري ومحاضر رسمية مكتوبة بختم النصر المصري أيضا، هذه الحالات يعني الداخلية حتى هذه اللحظة لا تعرف عنهم شيئا. انظر إلى الإيميلات، يعني أنا أقول أتحدث عن أكثر من 500 إيميل هذا العام فقط، أكثر من 500 إيميل عبارة عن 500 بلاغ بحق أكثر من 500 شخص تعرض للانتهاكات، لم يفتح بحقهم تحقيقا واحدا، ولا نأخذ من وزارة الداخلية إلا وعودا مستمرة بأننا سوف نلاحق المخطئ، سوف نطبق القانون، أن هذه ممارسات سردية. إن تحدثنا عن حجم الانتهاكات البشعة التي تحدث هي تفوق الآلاف، يعني آلاف الانتهاكات، يعني آلاف يعني انتهاكات فردية. ما الانتهاك الجماعي إذن إن كانت هذه الانتهاكات الفردية؟ نتحدث عن أكثر من 622 شخص قتيل داخل السجون السجادة المصرية. هل هذا أمرا لا يصل إلى حد الظاهرة؟ كم شخص يجب أن تسفك دماؤه، وكم شخص يجب أن تهدر حقوقه، وأم يعني يحرق نفسه حتى تتحرك الوزارة وأعلم أن هناك أزمة ما داخل الوزارة الداخلية؟ بالتأكيد هذه الوزارة هي وزارة متهمة في المقام الأول بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب هذه الجرائم، وينعكس عليها هذا الاتهام. هذا المتهم الذي يطلب مراحقته والانتظار القانوني منه بالتأكيد لن يعترف بهذه الجريمة. شكرك شكرا جزيلا. مصطفى عزب مسؤول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا كان معنا عبر الهاتف. السيسي يطالب بتوفير 100 مليار دولار سنويا دعم للدول النامية بحلول 2020. دعا عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لجهود مصر وإفريقيا، وطالب في كلمته اليوم بقمة المناخ في باريس بضرورة الالتزام بتوفير 100 مليار دولار سنويا دعما للدول النامية بحلول عام 2020 ومضاعفتها بعد ذلك، مضيفا أنه في إفريقيا قامت مصر بعمل مبادرتين شاملتين تستهدف إحداهما دعم الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتعزز الأخرى من جهود القارة في التكيف مع التغيرات المناخية. من جانبه أكد الدكتور عصام حجي المستشار العلمي لعدلي منصور والذي شارك في القمة ممثلا عن وكالة ناسا بعد منع مؤتمر علمي له في جامعة الإسكندرية الأيام الماضية، أن مصر تنتظر كارثة بيئية جديدة ستؤثر على أهم مصادر دخلها القومي، مشيرا إلى أن حركة العبور بقناة السويس مهددة بسبب تغيرات مناخية جديدة. فاعلية وشفافية حتى تتوافر به المقومات اللازمة لاستدامته، فمن الضروري أن يعكس الاتفاق الالتزام بتوفير 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2020 ومضاعفته بعد ذلك. لقد كان هذا هو الإطار الذي صاغت فيه قارتنا الإفريقية مبادرتين شاملتين تستهدف إحداهما دعم الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتعزز الأخرى من جهودنا القارية في التكيف مع التغيرات المناخية. أنني من هذا المنبر أدعو المجتمع الدولي والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية إلى تقديم كل الدعم لهاتين المبادرتين، كما أدعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود التي تقوم بها مصر على المستوى الوطني في هذا المجال، إذ استوفت مصر وكل الدول إلهامها بتقديم مساهماتها وخططها الوطنية الطموحة لمواجهة تغير المناخ. وقد أقرت مصر قبل قمر خطة وطنية شاملة للتنمية المستدامة حتى عام 2030. نعم، ينضم إلي عبر سكايب المهندس أشرف بدر الدين الخبير الاقتصادي ووكيل لجنة الموازنة في البرلمان المصري سابقا. أهلاك يا باشمهندس. تحياتي لك دكتور أسامة وللسادة المشاهدين. نعم، كتبت مقال عن قمة المناخ وعن اتفاقيات كوث بدأ في 92 ثم 97، اتفاق كيوتو في اليابان ثم اتفاقيات تم تفعيلها، وأشرت إلى أن أسباب الأزمة الحقيقية هم الدول الكبرى والولايات المتحدة والصين، تقريبا 47% من المشكلات تخص الولايات المتحدة والصين.
السؤال هنا يعني ما الجدوى من هذه القمة، قمة المناخ، إن كان الأمر كما وصفته في مقالك أنها مجرد تمثيلية هزلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لم يبدأ اهتمام العالم بمشكلة المناخ إلا بعد تقرير نادي روما 1968، حينما أدرك العالم أهمية تأثيرات المناخية الموارد الطبيعية. بعد ذلك كانت أول قمة عن الأرض في ستوكهولم في السويد سنة 72. طبعا كما نرى حاليا هناك تلوث للمية والتربة والهواء والبنيات الصناعية الخضراء، وزي ما سمعنا النهاردة رؤساء الكاميرون ونيجيريا والنيجر وتشاد بيدعوا في المؤتمر الخاص بحيرة شاد، لأن البحيرة اللي كانت مساحتها 25,000 كيلو متر مربع سنة 1960 النهاردة مساحتها 2500 كيلو متر مربع فقط، يعني انحسر 90% منها، أصبحت مساحتها 10% من مساحتها سنة 1960. وطبعا ده أثر على الإنتاج الزراعي والأسماك. هل نرى التغيرات تؤثر على بلاد كثيرة جدا، وزي ما العلماء بيقولوا يعني درجة الحرارة الحالية لو ارتفعت بكتير كمان مدن زي نيويورك في أمريكا وبومبي في الهند ستغرق تماما، وكثير من المدن الساحلية. وكما نعرف أن المدن الدول الصناعية الكبرى هي المتسبب الأساسي الرئيسي في الانبعاثات الحية، يضاف إلى هذا طبعا الصراعات والنزاعات القائمة حاليا، يعني هذه الحرب التي تحدث في سوريا واليمن وفي العراق وفي معظم البلاد الإسلامية، يعني نرى هذه النزاعات وهذه الصراعات، الأسلحة المستخدمة وغيرها تؤثر أيضا على المناخ والبيئة. نعم، السؤال هنا أشرف، تحدثت عن أن المصالح هي الحاكمة، هل توجد إجراءات تعقب هذه القمة، قمة المناخ، هل توجد إجراءات فعلية أم أن الأمر يتعلق بمصالح كما ذكرت؟ إذا عدنا إلى كلمات يعني كما أشرت حضرتك أن الصين وأمريكا لوحدهم بيتسببوا في تقريبا 50% من الانبعاثات المسببة للانحباس الحراري. النهاردة رئيس الصين بيقول إيه؟ بيقول على الدول الغنية أن تقدم دعم مالي أكبر ما بعد العام 2020 للدول النامية لمساعدتها في مكافحة الأضرار المناخية. والرئيس الأمريكي النهاردة برضو بيقول على الدول الغنية الإيفاء بالتزاماتها المالية بشأن المناخ. احنا لم نرى من هذه الدول اي اجراءات حقيقية لخفض الانبعاثات الحرارية وانقاذ العالم، لان كما قلت في المقال اليوم ان النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية هي اللي بتحكم العالم النهاردة، وهذه الدول ليست على استعداد للتخلي عن صناعتها وعن تقدمها وعن تكنولوجيا الحديثة فيها وعن المصانع والايدي العاملة وعن تلوث البيئة الذي يحدث من اجل عيون الدول الفقيرة. وكما قلت في المقال ان السبب اللي دعا الدول الفقيرة للتوقيع على الاتفاقية رغم انها لا تتسبب في اي انبعاثات، هي الدول الفقيرة دي عندها ايه؟ يعني لا عندها مصانع ولا عندها انبعاثات ولا عندها حاجة، هي مجرد الحصول على هذه الاموال التي يتعهد بها الاغنياء. واذا قارنا هذه الاموال أيضاً بما تستفيد هذه الدول من انتاج صناعي بسبب هذا التلوث، تجد انها لا تمثل شيء. السؤال الذي يحتاج الى توضيح هنا، طلب عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية، وتحدث عن مبادرات إفريقية استعرضها في هذه الكلمة، ماذا يعني بالمئة مليار دولار وأين سيتم توجيه هذه المليارات؟ كما ذكرت هذه يعني لا تملك الدول الفقيرة من الدول الغنية سوى مثل هذه المبالغ التي لا تمثل شيء إلى جوار الناتج المحلي الإجمالي للدول الصناعية الكبرى التي تستفيد من هذه الصناعات ومن هذا التلوث البيئي للعالم. وبالتالي حينما توزع، أنت تعلم دكتور أسامة ويعلم السادة المشاهدين أن 195 دولة يعني وقعت على الاتفاق الإطاري، لو استبعدنا من هذه الدول العشرين دولة الصناعية الكبرى فعندك 175 دولة نامية أو ناشئة، حينما توزع عليها 100 مليار يعني كل دولة ممكن تاخد 500 مليون، ماذا تفعل 500 مليون حتى في مكافحة الآثار البيئية والآثار؟ احنا لم نتحدث عن الأمراض والسرطانات التي يسببها التغير المناخي والتلوث البيئي الذي تنتجه هذه الدول والنفايات الخطرة النووية وغيرها، أمراض سرطان وغيرها. هذه الأموال التي يطالب بها السيسي والدول الفقيرة لا تساوي شيء إلى جوار الأضرار التي يتعرض لها المواطنين في الدول النامية من جراء التقدم الصناعي في الدول الغنية.
أشكرك شكرا جزيلا مهندس أشرف بدر الدين الخبير الاقتصادي وأكيد لجنة الموازنة العامة بالبرلمان المصري سابقا، كان معنا عبر سكايب، وينضم إلي من باريس الكاتب والمحاضر في حوار الثقافات الأستاذ بشير العبيدي. أهلا بك سيد بشير. أهلا وسهلا، مرحبا. نعم سيد بشير، قمة المناخ تحدث البعض أنها الأكبر على مدار التاريخ، ما هو المردود بعد انتهاء هذه القمة؟ لأن الصحف بدأت في الحديث بعيدا عن المناخ وبعيدا عن الآثار المترتبة على هذه القمة إلى لقاءات على هامش هذه القمة ما بين عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر، ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي وهكذا. في الحقيقة كان متوقعا يكون أو تكون النتيجة يعني متوسطة أو ضعيفة بسبب كثرة الخلافات بين الدول، فالذين يلوثون لا يريدون أن يدفعوا، والذين هم يطالبون بتعويضات ليست لديهم في الحقيقة أي وسائل الضغط من أجل الحصول على ما يريدون، وغلب على اللقاء الطابع الاستعراضي وكما تفضلتم الطابع الثنائي واللقاءات الثنائية بين أنظمة ليست لديها الشرعية الشعبية تبحث عن شرعية من خلال اللقاءات الثنائية، وبين دول أخرى تستعرض يعني مجرد الحضور الإعلامي وتكتسح الفضاءات الإعلامية من أجل إبراز الذات وإبراز العضلات لا أكثر ولا أقل. نعم. تبقى الشعوب طبعا تحت رحمة هذا الواقع المحزن الذي هو أن 80% من ثروات الأرض يستغلها 20% من السكان، وأساسا هم في البلاد المتقدمة، والذين يلوثون يرفضون حتى الآن التوقيع على أي التزامات تجبرهم. نعم. على مراجعة. نعم كانت هناك لقطة بروتوكولية يعني أثارت الرأي العام في مصر صباح اليوم، وهي أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند استقبل معظم أو جميع الزعماء، ثم عندما أتى عبد الفتاح السيسي لم يكن أولاند متواجد في الصورة. برأيك هل هناك تعمد أو رسالة ما وجهها أولاند، أم أن هناك كواليس أخرى لم تعرض على الرأي العام؟ أتوقع أن يكون هناك يعني رسالة ما أراد أن يوجهها يعني رئيس هولاند إلى رئيس ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أراد أن يقول له بأن ما يحدث الآن في مصر يعني ليس أمرا توافق عليه بالضرورة فرنسا، خاصة أن هذه الدول الكبرى عادة ما تبحث عن حلفاء. نعم. أقوياء وقوتهم أساسا في التفاف شعوبهم، وعندما رأت فرنسا نتيجة الانتخابات الأخيرة ونسبة المشاركة التاريخية في المقاطعة بطبيعة الحال هذا لا يشجع أي دولة أن تقف إلى جانب شخص فوق تاريخه يعني المعروف، يعني تجد صعوبة كبيرة جدا في التعاطي معه وفي بناء سياسات صحيحة معه. أشكرك شكرا جزيلا بشير العبيدي الكاتب والمحاضر في حوار الثقافات، كان معنا من باريس. الخبر الأخير معنا يقول: نقابة الصحفيين تحاول منع اعتصام رمزي لأسر الصحفيين المعتقلين. التفاصيل: نظم أهالي الصحفيين المعتقلين اعتصاما رمزيا داخل مبنى النقابة اليوم الاثنين، وطلبوها بلعب دور إيجابي في التواصل مع الدولة والجهات الأمنية من أجل الإفراج عن ذويهم، مشيرين إلى أن اعتقالهم جاء بسبب تعبيرهم عن آرائهم وليس بسبب قضايا سياسية. ومن جانبه حاول أمن النقابة نزع الملصقات الخاصة بالاعتصام ومنع استمراره بناء على تعليمات من النقيب، ما أدى إلى إنهاء هذا الاعتصام مبكرا. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة آية علاء زوجة المعتقل والصحفي حسن القباني. أهلا بك فندم. نعم أستاذة آية، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. اعتصام لأهالي الصحفيين المعتقلين ثم قرار من النقيب بفض هذا الاعتصام وإزالة الملصقات، ماذا حدث في هذا الاعتصام؟
نعم، هو يعني الجدير بالذكر ان يعني النقيب لم يكن موجود، لا يعني بصراحه انا ما اعرفش هم على تواصل معاه ولا لا، هو حاليا اللي عرفت ان هو مسافر السودان، ولكن بطريقه ما تم كان هناك يعني اوامر بفض الاعتصام او محاوله التضييق عليه بطريقه او باخرى حول نزع الملصقات. اول ما بدانا يعني نضع الملصقات في النقابه قالوا لنا لا، الاول قعدوا يقولوا لنا لا ما تحطوش على الحيطه، وبعد كده مش طب هاتوا لنا استندات، لا ما فيش استندات، حاولوا يعني بطريقه او باخرى ان هم يضيقوا على الاعتصام وينهوه يعني بحجج مختلفه، وشدوا معانا اكثر من مره. يعني صراحه ده مش جديد يعني، ولكن هو تطور نوعي في موقف النقابة للأسف تجاه قضية المعتقلين، اللي يحيى قلاش قبل انتخابه في الانتخابات الأخيرة دي قال لنا أنه الملف ده برقبتي، باللفظ كده قال الملف ده برقبتي، ولكن واضح أنه هو مش برقبته ولا حاجة، واضح أن فعلا ملف الصحفيين المعتقلين لم يعد يشغل نقابة الصحفيين من قريب أو من بعيد، بل يعني صدر لنا مقرر لجنة الحريات خالد البلشي اللي كل ما نقوله عملته إيه في الصحفيين المعتقلين او في قضيتهم يقول لنا قدموا لنا طلبات، نقدم الطلبات ونيجي نتابعها، يقول لنا اصل احنا قدمنا بالطلبات طلبات لوزاره الداخليه. فيعني واضح ان نقابه الصحفيين هي يعني، وبدا بقى كلامي يتقال لنا عن اللي لما يعني بيصل لخالد البلشي ان احنا مستائين من تعامل النقابه مع القضيه، يقول نفضوا لهم هم في الاخر كلهم 100 واحد. فيعني تعامل مسف بصراحه من نقابه الصحفيين مع قضيه الصحفيين المعتقلين، وما كانش ده المنتظر بصراحة. شكرك، شكرا جزيلا آية علاء زوجة المعتقل والصحفي حسن القباني، كانت معنا عبر الهاتف. نافذة على مصر، حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، فابقوا معنا.